تعقيب على هذا الكلام، هذا الكلام صحيح مش 100% ولكن 1000000%. التحمل المسؤولية عند الطفل لازم ينبني منذ النشأ، لازم احنا نعطيه جزء من المسؤولية، لازم هو يتحمل أن يروح للمحل ويشتري الأغراض الأساسية، لازم نعطيه الثقة، لازم تنبني فيه عند حس المسؤولية وقيمة المال، لازم لما نروح هناك نعمل ميزانية الخاصة بشراء على سبيل المثال راشن البيت لشهر، نخبره أن احنا معنا هذا المبلغ وأن احنا معنا هذه الأغراض، فكيف توازن بين المبلغ المحدد لشراء هذه الأغراض وبين الأغراض اللي احنا ممكن تختار منها، وانت في عدة خيارات في المحلات التجارية راح تكون أمامها، فكيف تتخذ القرار السليم؟ فكل هذا هي عبارة عن معرفة وممارسة وأساسيات مهمة جدا لتنشئة الجيل على الثقة وكيفية التعامل مع المال بذكاء وتحمل المسؤولية. التخطيط دائما يقال في مقولة جميلة جدا للدكتور طارق سويدان، 3 ساعات من التخطيط توفر ما يعادل 10 ساعات من التنفيذ. جميل. فدائما التخطيط في المجال المالي أو الشخصي أو حتى المهني مهم جدا، لأنك راح توضح له الطريقة الصحيحة والمسار الواضح للمسلك الذي راح يسلكه الإنسان. فإدخال الطفل في كيفية عمل الميزانية راح يعطيه مفاهيم مهمة، وهي مفاهيم أنه في دخل، وهذا الدخل فيه راح يكون إنفاق، وهذا الإنفاق يوزع على عدة أساسيات في الحياة، من الأساسيات والاحتياجات الضرورية وغير الضرورية والالتزامات والترفيه والتعليم. فكل هذه الأمور لما يكون الطفل على وعي وعلم ومعرفة فيها راح يمارسها منذ الصغر ويتطور عليها إلى الكبر.